قد تكون السرقة جريمة شائعة، لكن سرقة حقيبة يد أو محفظة هو شيء قديم. دعني أسألك هذا بدلا من ذلك، كيف يمكنك حقا سرقة شاطئ كامل أو تذكار تاريخي من جسم إنسان أو ما قيمته 50,000 دولار من سائل المنوي لثور؟ صدق أو لا تصدق، هذه مجرد بعض الأشياء الخطيرة والغريبة والغبية تماما التي سرقها الناس. هل أنت مهتم؟ استمر في المشاهدة بينما نكشف عن بعض أكثر السرقات غباء التي شهدها العالم على الإطلاق. تجارة الجليد. إذا كنت تخطط لعملية سطو، يجب أن تكون الدقة من أهم أولوياتك. ومع ذلك لا يتشابه جميع المجرمين، وقد أظهر أحد السارقين من تشيلي حقا عقلية اتجه للأكبر أو اتجه للمنزل عندما وضع نصب عينيه جبلا جليديا بأكمله في فبراير 2012. لم يقم الرجل الذي لم يذكر اسمه فقط بسحبه بالكامل في جلسة واحدة، سيكون ذلك قريبا من المستحيل. بدلا من ذلك شرع في تقطيعه ببطء على أمل ألا يلاحظه أحد في جبل خورخي مونت الجليدي الواقع في متنزه برناردو أوهيغينز الوطني في تشيلي. من اللافت للنظر أن دعاة حماية البيئة ألقوا اللوم على الآثار الضارة لتغير المناخ بسبب الطريقة التي بدأ بها الجبل الجليدي في الاختفاء بمثل هذا المعدل المرعب. على الرغم من أنه بدا وكأنه كان يفلت من العقاب، إلا أنه تم إحباط خطة اللص الطموحة في النهاية عندما اعترضت الشرطة شاحنة مبردة كبيرة في عاصمة سانتياغو واكتشفت ما يقدر بنحو 4,900 دولار من الجليد غير المشروع الذي تم تكديسه في الداخل. على ما يبدو كان الرجل المجهول ينوي قطع الكتل إلى مكعبات ثلج ليقوم بعد ذلك ببيعها للفنادق والحانات لاستخدامها في الويسكي والمشروبات الأخرى في منطقته المحلية. علاوة على تهم السرقة، نظرت السلطات في إضافة انتهاك للآثار الوطنية إلى لائحة الاتهام. ربما لم ينجح مخططه لتحقيق الثراء السريع، ولكن عليك أن تعجب بإصرار هذا اللص المطلق. مختلس الحلويات. قد تعتقد أن لديك ولعا بالحلويات، ولكن حتى يتم القبض عليك من قبل السلطات بسبب جرائم لا ترحم تتضمن سرقة وتناول كل حلوى تراها، هل يمكنك حقا أن تعتبر نفسك محبا حقيقيا للسكر؟ بالعودة إلى مارس 2017 تم أخيرا تقديم الرجل الياباني العاطل عن العمل إلى العدالة ياسوهيرو وكاشيما البالغ 51 عاما بعد أن جال حول طوكيو ومقاطعة منزله في إيشيكاوا في عملية متسلسلة لسرقة الحلوى. اكتسب وكاشيما سمعة كبيرة لدرجة أنه كان يعرف باسم سكر من قبل السلطات التي كانت تطارد مشتبها كان يقتحم المكاتب ويغزو الثلاجات لينغمس في تناول الحلوى. تم القبض على اللص التعيس في نهاية المطاف بعد أن تمكن المحققون من تتبع أثر الفتات حرفيا. على ما يبدو ترك وكاشيما أثرا للحمض النووي في أعقابه في شكل بقايا الآيس كريم والشوكولاتة والحلويات المختلفة التي أكل منها، ناهيك عن أنه تم القبض عليه متلبسا في لقطات الكاميرا وهو يداهم الثلاجات. اتهم وكاشيما بتناول أكثر من 250 قطعة حلوى خلال أكثر من 40 حادثة منذ عام 2013، واعترف بالتسبب في خسائر تقدر بنحو 50,000 دولار. وقد اعترف بسرقة زوج من الصناديل أيضا. أعتقد أن تجاهل السعرات الحرارية لم يكن نقطة ضعفه الوحيدة. أصابع الإنسان. في مايو 2018 ترك أحد اللصوص المخادعين من مدينة أبرهات في نيوزيلندا السلطات في حيرة من أمرهم عندما هرب من مسرح الجريمة بتذكار دموي إلى حد ما، اثنين من أصابع البشر. انتظر فلنعد قليلا، هل من الممكن حقا سرقة أجزاء من جسم شخص ما دون ملاحظته؟ الفكرة هي لم يكن لمالك الأصابع المسروقة رأي في الأمر لأنه كان ميتا بالفعل. وقعت الجريمة الغريبة في معرض باري ويرتس فايتل المتنقل في أوكلاند والذي يعرض مجموعة كاملة من الرفات البشرية التي تم الحفاظ عليها من خلال عملية تسمى التلدين. في الأساس يتم استبدال سوائل الجسم والدهون بالبلاستيك السائل ويتم عرض الجثث الميتة. يبدو كأنه يوم ممتع مع الأطفال، أليس كذلك؟
تم إنشاء المعرض من قبل الدكتورة أنجلينا وولي وزوجها الدكتور غانثر فون هيغنز، اللذان اخترعا العملية في السبعينيات كوسيلة لتعليم الطلاب في جامعة هايدلبرغ حول التشريح البشري. تمكن اللص البالغ 28 عاما بطريقة ما من انتزاع أصابع القدم من إحدى الجثث المحفوظة التي تم التبرع بها بسخاء. ليس من الواضح كيف كان ينوي الإفلات من العقاب بافتراض أنه وضع الأصابع في جيوبه ببساطة، ولكن لحسن الحظ تم القبض عليه قبل أن يتمكن من إنهاء مهمته. أقر الرجل بأنه مذنب في سرقة أصابع القدم، واتهم أيضا بالتدخل غير اللائق في جثة شخص مجهول. الجزء الأكثر جنونا هو أن أصابع القدم قدرت على ما يبدو بنحو $5,500، من كان يعلم أن لها مثل هذا الطلب المرتفع؟ هل كنت لتختار فقدان أصابع قدميك أم أصابع يديك؟ من المحتمل أن يؤدي عدم وجود أصابع الأقدام إلى جعل التوازن أمرا صعبا، ولكن هناك الكثير مما لن تتمكن من القيام به بدون أصابع يد، بما في ذلك الضغط على أزرار الإعجاب والاشتراك. هيا تفضل وجربها الآن. تخيل الآن أنك تحاول فعل ذلك بأصابع قدميك. أثناء تواجدك هناك ربما ينبغي عليك النقر فوق رمز الجرس الصغير هذا فقط للتأكد من عدم تفويت المزيد من القصص الغريبة مثل هذا. هل أنهيت؟ فلنعد إلى الفيديو. يوم في الشاطئ. لا تحدث جميع عمليات السطو بين عشية وضحاها، وكانت العملية التالية مهمة طموحة على أقل تقدير. كان ذلك في يوليو 2008، وتم إبلاغ الشرطة في أبرشية تريلوني الشمالية بجامايكا بحدوث غريب. كان شاطئ محلي يختفي في ظروف غامضة دون أن يترك أثرا. كان الشاطئ المعني يقع في كورال سبرينغز، وكان في السابق امتدادا رائعا بطول 400 متر من الرمال البيضاء، والذي كان سيشكل قريبا جزءا من منتجع تكلفته $108 مليون. ولكن قبل أن يتمكن المطورون من إكمال المشروع، بدأ الأمر وكأن أثمن شيء في المشروع سرق من تحت أنوفهم. كان الاختفاء الغريب مهما للغاية، لدرجة أن رئيس الوزراء آنذاك بروس جولدينغ أمر بتقرير عن كيفية سرقة نحو 500 شاحنة محملة بالرمال ونقلها وبيعها على الأرجح دون أن يلاحظ أحد. تعني التقاليد القديمة المتمثلة في بناء الأشخاص لمنازلهم في جامايكا أن استخراج الرمال غير القانوني يمثل مشكلة شائعة بشكل مدهش، نظرا لوجود طلب كبير على مواد البناء. ومع بدء التحقيق أثار الحجم الكبير ونوع الرمال المأخوذة نقطة الشك تجاه صناعة الفنادق، حيث تم بيعها على الأرجح إلى الأماكن السياحية القريبة التي تأمل في تحقيق شعور الشاطئي الأصيل. على الرغم من القول بأنه تم العثور على بعض الرمال المسروقة في منتجعين بالساحل الشمالي، فإن تعقيدات القضية تعني أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات رسمية. من كان يعلم أنه يمكنك الإفلات مع سرقة شاطئ بالكامل؟ سرقة الفاهيتا. قد تعتقد أن سرقة الأطعمة ليست أكبر جريمة، ولكن عندما يؤدي حبك للطعام الإسباني إلى عملية سرقة فاهيتا كاملة تبلغ قيمتها $1.2 مليون، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للاعتراف بأنك قد تواجه مشكلة صغيرة. صدق أو لا تصدق، حدث هذا بالفعل في عام 2017 عندما أحبطت الشرطة أخيرا خطط جيلبرتو إسكاميلا المقيم في تكساس البالغ 53 عاما، حيث كان يخطط لأكبر حفلة على الطراز المكسيكي مع أصدقائه. أنا أمزح فقط، كان كله مخططا للثراء السريع كالعادة. بدأ كل شيء عندما تم توظيف إسكاميلا لأول مرة في دار الأحداث داريل بي هستر في مدينة سان بنيتو تكساس في عام 2008. على مدار السنوات التسع التالية تمكن إسكاميلا من تقديم طلبات شراء فاهيتا باستخدام أموال المقاطعة قبل بيعها من أجل ربحه الخاص. تم إحباط خطته العظيمة في أغسطس 2017 عندما اتصل سائق توصيل من لابات فود سيرفيس هاتفيا بمركز الأحداث لإخطار موظفي المطبخ أن تسليما يزن أكثر من 360 كيلوغرام قد وصل للتو إلى البوابات الأمامية. أثار الطلب بالجملة هذا الشكوك على الفور، لأن الفاهيتا لم تكن عنصرا أساسيا في قائمة عشاء المقيمين، لكن السائق أصر على أنه كان يسلم الفاهيتا إلى المركز منذ عام 2008 عندما قاد أثر الوجبات الحارة المحققين إلى إسكاميلا
انهار وادعى أن الأمر برمته قد خرج عن السيطرة. بعد طرده واعتقاله تم تفتيش منزله أيضا، ووجدت الشرطة حزما من الفاهيتا في ثلاجته. اعترف إسكاميلا بالذنب في جرائمه وحكم عليه بالسجن 50 عاما. أتساءل عما إذا كانت الفاهيتا موجودة في القائمة هناك. حسد الحديقة. إذا كنت تعتقد أن سرقة شاطئ كانت مهمة صعبة، فحاول خطف الفناء الأمامي لشخص ما بالكامل. افتخرت دينيس تومسون من إدمونتون بكندا بحديقتها الخضراء المرقة التي كانت توفر بقعة رائعة لأطفالها الأربعة وكلبيها، لكنها لم تكن تعلم أنها على وشك أن يتم انتزاعها منها بقسوة. عندما عادت السيدة تومسون من رحلة لزيارة زوجها في ستيتلر ألبرتا في إحدى عطل نهاية الأسبوع في يونيو 2011، دخلت من الباب الخلفي وبدأ كل شيء كالمعتاد. كان هذا حتى فتحت الستائر في النافذات الكبيرة في الغرفة الأمامية وكاد أن يغمى عليها من الصدمة تما. ما كان ذات يوم فخرها الرائع ومصدر فرحها لم يكن الآن سوى قطعة أرض قذرة من التربة البنية القبيحة مع عدم وجود أي عشبة في الأفق. صدمت تومسون واتصلت بالجيران الذين قالوا إنهم رأوا شاحنة ومقطورة بيضاء متوقفة عند منزلها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن من سيفعل شيئا كهذا وفي وضح النهار أيضا؟ كما اتضح فإن سرقة العشب لم يرتكبها جار حاسد، بل كانت نتيجة خطأ بريء. في مساء يوم الاثنين وجدت تومسون ملاحظة على باب منزلها الأمامي من باتريك كوكانو المالك المحرج لشركة كوباك لاندسكيبس LTD الذي أوضح أن طاقمه ذهب ببساطة إلى المنزل الخطأ في الشارع الخطأ. لحسن الحظ تغلبت السيدة تومسون على غضبها الأولي وقابلت بكل سرور عرض كوكانو لاستبدال العشب مجانا، وربما يحتاج طاقمه إلى فحص نظر أيضا. عضو نابليون. سرقة أصابع الإنسان أمر غريب للغاية، ولكن ماذا لو أخبرتك أن القائد العسكري سيء سمعة نابليون قد سرقت أهم جواهره حرفيا؟ تقول القصة أن القضيب التاريخي قد سرق لأول مرة عندما قام طبيب نابليون الساخط فرانشيسكو أنتومارشي بقطعه أثناء تشريح جثته في عام 1821 قبل تسليمه إلى كاهن يدعى أبي أنجيس بول فينالي الذي قام بعد ذلك بتهريبه إلى كورسيكا. من تلك النقطة فصاعدا اكتسب أغلى ما يملكه نابليون نوعا من المكانة الأسطورية. عندما قتل الكاهن سقط الجزء المقطوع من الجسد في يد جامع بريطاني في عام 1916 بعد أن رفضت الحكومة الفرنسية فرصة لشرائه. على مدى السنوات 50 التالية أصبح العضو من الممتلكات العامة، وفي عام 1927 تم عرضه في نيويورك من قبل تاجر كتب نادرة أمريكي قام بشرائه في عام 1924. أخيرا في عام 1977 قرر طبيب المسالك البولية جون كي لاتيمر شراء عنصر الجمع هذا مقابل 3000 دولار لعدم الرغبة في لفت الانتباه إلى الأعضاء التناسلية المسروقة. قام لاتيمر بعد ذلك بإخفائه تحت سريره حتى توفي خلال 30 عاما، ورث ابنه إيفان لاتيمر هذه البقايا في عام 2007. ولأنه لم يتم حفظه بشكل صحيح فإن أولئك الذين شاهدوه وصفوا مظهره على مر السنين بأنه قطعة من الجلد، ثعبان بحر منكمش أو اللحم المقدد. كما لو أن هذا لم يكن غريبا بما فيه الكفاية، فقد تم الكشف عن أن قياس العضو متواضع بأربعة سنتيمتر. هذه طريقة لإهانة رجل بعد قرنين من وفاته. ومع ذلك هناك شائعات بأن لاتيمير قد عرض عليه ما يصل إلى 100,000 دولار لقطعة الجسم هذا، وهو عائد استثمار جيد إذا سألتني. أعظم دماغ في التاريخ. في صباح يوم 18 أبريل 1955 تمتم العبقري غير المتنازع عليه ألبرت أينشتاين ببضع كلمات باللغة الألمانية ثم توفي. لم تتحدث الممرضة المناوبة في مستشفى برينستون الألمانية، لذلك ضاعت كلماته الأخيرة إلى الأبد، لكن كلماته لم تكن الخسارة الكبيرة الوحيدة. ذهب الدكتور توماس هارفي أخصائي علم الأمراض الذي أجرى التشريح إلى أبعد من مجرد تحديد سبب وفاة أينشتاين والتي كانت انفجارا في الشريان الأبهر، حيث أنه قام بفتح جمجمته
وأزال دماغه وأضافه إلى مجموعته الخاصة. في اليوم التالي علم ابن أينشتاين هانز ألبرت أن الجثة الموجودة في التابوت عند حرق جثة والده لم تكن سليمة تماما، وأن الدماغ قد أزيل للدراسة العلمية. تمكن الدكتور هارفي من إقناع هانز ألبرت بالسماح له بدراسة دماغ أينشتاين على أمل أن يلقي ذلك بعض الضوء على الأسرار وراء عبقريته. ولكن مع تحول الأسابيع إلى شهور أصبحت الأشهر سنوات ولم تظهر أي ورقة علمية حتى الآن. تم نسيان دماغ أينشتاين، وفي النهاية تم اعتباره مسروقا. بعد ذلك في عام 1978 قام الصحفي الشاب ستيفن ليفي بتعقب هارفي وصولا إلى ويتشيتا كانساس، حيث اكتشف أنه كان يخزن الدماغ في جرة زجاجية تحت مبرد الجعة على مدار 25 عاما الماضية. كما اتضح أصبح الدماغ وكأنه جالب الحظ السيء لهارفي، فقد وظيفته وزواجه وحياته المهنية في برينستون بينما كان يركز على فهم هذا العضو المراوغ من الجسم. تم قطع الدماغ إلى 240 قطعة صغيرة، وكان سيتم إرسالها بشكل روتيني إلى الباحثين في جميع أنحاء العالم. في الوقت الحاضر يعد متحف موتر في فيلادلفيا أحد المكانين اللذين يمكنك فيهما مشاهدة قطع هذا العضو. أما فيما يتعلق بسر عبقرية أينشتاين، يبدو أن هذا الجزء لا يزال حسنا سرا. سرقة إيتي. لدى كثير من الناس خوف غير عقلاني من اقتحام منازلهم وسرقة أغراضهم الثمينة لسوء حظ الجدة مارغريت ويلز البالغة 76 عاما. أصبح هذا الكابوس حقيقة واقعة في سبتمبر 2011 عندما داهم اللصوص منزلها في كورشم بالقرب من بورتسموث إنجلترا، لكن ما أخذوه كان غير تقليدي على أقل تقدير. كما ترى لم تكن مجوهراتها أو أكوابها المصنوعة من الخزف الصيني هي التي أخذها اللصوص، ولكن نسخة طبق الأصل للكائن الفضائي الشهير لستيفن سبيلبرغ من فيلم إيتي. عندما اكتشفت مسرح الجريمة صدمت الجدة عندما وجدت أن التمثال الذي يبلغ ارتفاعه مترا تقريبا والذي ابتكرته ابنتها لويز البالغة 42 عاما في دورة مكياج على خشبة المسرح قبل 9 سنوات أصبح الآن مفقودا. كانت النسخة المتماثلة من بين عدة أشياء غريبة سرقت والتي تضمنت أيضا مكواد، لكن إيتي كان أكبر خسارة لها بسبب قيمته العاطفية، ناهيك عن أنها قدرت قيمته الفعلية بحوالي 2500 دولار. على الرغم من أن الأمل بدا ضائعا إلا أنه كان هناك تطور غريب في الحكاية في يناير 2012 عندما وجد أحد مشاة الشاطئ النسخة المتماثلة التي تم جرفها على شاطئ في أولد بورتسموث واعتقد أنها جثة في البداية. حتى يومنا هذا لا تعرف الشرطة ولا مارغريت من سرق النموذج هم الذي كانوا ينوون فعله به، لكنها في النهاية سعيدة فقط لأن إيتي فعلا عاد إلى المنزل. يا إلهي، لابد أن العجوز المسكينة مرت بتجربة عاطفية متعبة، ولابد أنه كان لم شمل مؤثر للغاية. هل فقد أي منكم شيئا ما؟ أو ما هو أسوأ، هل سرق منك شيء ما؟ وعاد إليك بطريقة مذهلة؟ أخبرني في التعليقات أدنى وسأرد على بعض التعليقات المفضلة لدي. السائل المنوي للثور. لا يوجد حد للأشياء التي سيحاول اللصوص ذوي الأصابع اللزجة نهبها، وفي هذه الحالة عندما أقول أصابع لزجة فأنا أعني ذلك حقا. في يناير 2016 اهتزت مدينة تورلوك في كاليفورنيا بعنوان في الصحف يمكن أن يجعل أي شخص يشعر بالارتباك، سرقة ما يقرب من 50,000 دولار من السائل المنوي للثور من شاحنة تورلوك. هذا صحيح، نجح شخص ما في سلب ما يقرب من 50,000 دولار من هذه المادة التي تنتمي إلى بعض الماشية في كاليفورنيا، ولكن لماذا وكيف؟ كما ترى لم يكن هؤلاء أي ثيران عاديين. وفقا لمالك المزرعة جون أزيفيدو فإن العوامل الوراثية التي يمتلكها هؤلاء الثيران هي من بين أفضل 1% من ماشية العالم. يتم جمع سائل المنوي عالي القيمة لهذه الثيران الثمينة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، ويتم شحنه إلى المزارع في كاليفورنيا وفي جميع أنحاء العالم لغرض تلقيح البقر. على ما يبدو
يتم تلقيح أكثر من 70 إلى 75% من جميع الماشية في أمريكا بهذه الطريقة. كان أنتوني ريس أحد سكان تورلوك قد أمضى شهورا من وقته وعمله في جمع هذا السائل المنوي من الدرجة الأولى فقط ليتم سرقة نصفه. وفقا للتقارير فقد سرق اللصوص 3 خزانات وخزان نقل بهما يقرب من 3500 وحدة من الحيوانات المنوية تم سحبها من الجزء الخلفي من شاحنة عمل ريس في وقت متأخر من ليلة الأحد. بالنسبة لبعض المنظور هذا كاف لتلقيح أكثر من 1000 رأس من الماشية. ليس من الواضح كيف كان الجاني ينوي تحويل البضاعة، لكن الحيوانات المنوية المجمدة يمكن أن تكون خطيرة ما لم يتم التعامل معها من قبل المتخصصين، لأن الخزانات مليئة بالنيتروجين السائل عند سالب 196 درجة مئوية. لا عجب أنه كان هناك انخفاض في احتفالات ولادة الأبقار في عام 2016. جنون البالوعة. انسى كل شيء عن فيلم أوشنز 8 واسمح لي أن أخبرك عن أنجح عملية سرقة لم تسمع بها من قبل، سرقة البالوعات الكبيرة عام 1990. حسنا، لم يكن هذا بتلك الروعة، لكنه لا يزال غبيا جدا، ولكن هذا أفضل إذا سألتني. بدأ كل شيء عندما لاحظ ضباط الشرطة أن البالوعات من هوليوود إلى جنوب وسط لوس أنجلوس كانت تختفي بشكل غامض بمعدل مذهل. في البداية أشار المحققون الهواة المحليون بإصبع الاتهام إلى تنكر عشاق سلاحف النينجا الذين ربما كانوا يسرقون البالوعات لاستخدامها كدروع تماما كما يفعلون في الفيلم. للأسف لم تتضمن الحقيقة شيئا من حقيقة السلاحف المتحولة لمكافحة الجريمة، ولكن بطريقة ما فإن رفع وسرقة ما مجموعه 185 قرصا من الحديد يزن كل منها حوالي 18 كيلوغرام لا يزال يمثل إنجازا رائعا لأي إنسان ضعيف. تم رفع الغطاء في نهاية المطاف على هذا المخطط المخادع عندما أوقف الضباط في ساحة خردة معدنية بوسط المدينة شاحنة تويوتا مهترئة في يوليو 1990. في الداخل وجدوا بالضبط ما كانوا يبحثون عنه، أكثر من طن من أغطية التجميع وشبكات تصريف مياه الأمطار مخفية بطبقات من الورق المقوى وإطارات أسرة مكسورة. المتهمان أنطونيو لوبيز البالغ 23 عاما وإيفيرين دي ليون باريوس البالغ 19 عاما تم اتهامهما بمحاولة بيع الحمولة الضخمة مقابل 75 دولارا فقط إلى مركز داونتاون ميتل في شارع لونغ بيتش. وفقا لتجار الخردة كان بإمكان اللصوص كسب 30 ضعفا بشكل قانوني عن طريق إعادة تدوير علب المشروبات الغازية المصنوعة من الألومنيوم، لأن المعدن كان يساوي 3 سنتات للباوند في ذلك الوقت. سرقة قرش. الآن إلى القروش. في عام 2008 لاحظ بيتر نيومان البريطاني صاحب متجر الحياة البحرية البالغ 68 عاما أن باب المرأة حيث احتفظ بزوج من أسماك القرش الرخامية الأسترالية النادرة وأطفالهم ترك مفتوحا في ظروف غامضة. عندما ألقى نظرة خاطفة على الداخل أصبح أسوأ كابوسه حقيقة واقعة. لم يعد أحد الحيوانات المفترسة الثمينة في حوض السمك مع رفاقه ذوي الزعانف الآخرين. لم يتمكن المحققون في مكان الحادث من معرفة كيف تمكن المشتبه به من إزالة سمكة القرش الأم التي يبلغ طولها 0.6 متر بنجاح والهروب من مكان الحادث دون أن يتم القبض عليه. وعلى الرغم من بذل قصارى جهدهم لم يشاهد المخلوق المسكين المسروق مرة أخرى. أوضح نيومان أن اللص ربما كان ينوي أخذ سمكتي القرش الاثنتين، ولكن نظرا لصعوبة الإمساك بالذكر من المحتمل أنه استسلم بعد محاولته إمساك المخلوق واستقر فقط على الأنثى بدلا من ذلك. على ما يبدو فإن أسماك القرش مرغوبة للغاية لدرجة أن زوجا قد تصل قيمته إلى أكثر من 60,000 دولار كزوج تكاثر. على الرغم من أن الكيفية التي كان ينوي السارق نقل السمكة الكبيرة بها تظل لغزا، اقترح نيومان أيضا أنه كان يتوقع من السارق أن يقدم طلب فدية لعودة الأنثى بأمان. انسى السرقات الصغيرة، حاول سرقة سمكة قرش حية من حوضها قبل احتجازها للحصول على فدية. الآن هذا ما نسميه الغباء والجرأة بنفس القدر. براز الجائزة الثانية. في بعض الأحيان
عليك فقط أن تتقبل المرتبة الثانية. وهذا بالضبط ما حدث في حالة المخطط التالي. في مارس 2015 تم إرسال رجال شرطة في مدينة ديموين بولاية أيوا للتحقيق في عملية سطو في أحد الأحياء المحلية، حيث أوضح رجل أن شخصا ما قد اقتحم الباب الجانبي للسائق في شاحنته. وقعت عملية السطو حوالي الساعة 3 صباحا من نفس اليوم، عندما ورد أن المشتبه به كسر قفل الباب وحاول تشغيل الشاحنة ولكن دون جدوى، عندما أدرك أنه لا توجد فرصة لأن يهرب مع الشاحنة نفسها. بحث بيأس في الداخل عن شيء، أي شيء يستحق السرقة، وذلك عندما رأى كيس من براز الكلب. لم تتمكن الشرطة من التعرف على أي شهود أو أي مشتبه بهم آخرين في الجريمة، ولكن إذا تم العثور عليه أوضحوا أن لص البراز يمكن أن يواجه اتهامات بالسطو من الدرجة الثالثة. في هذه الأثناء تم تقييم البراز نفسه بمبلغ ضخم قدره $1. دعونا نأمل أن يتم تقديم هذا العقل المدبر الإجرامي للعدالة قريبا قبل أن يتمكن من السرقة مرة أخرى. جسر بعيد جدا. إذا أظهر لنا هذا الفيديو أي شيء فهو أنه لا يوجد شيء كبير جدا بالنسبة لأغبى اللصوص في العالم. لا تعتبر سرقة دراجة أو حتى سيارة أمرا شاقا بالنسبة لخيال معظمنا، ولكن الأمر يتطلب نوعا خاصا من الأشخاص لسرقة جسر بأكمله، أليس كذلك؟ حسنا، هذا بالضبط ما تمكنت مجموعة من اللصوص الانتهازيين من القيام به في جمهورية تشاك في عام 2012، عندما هربوا مع جسر للمشاة يبلغ وزنه 10 أطنان يربط بين قريتي لوكيت وهورنيسلاكوف بغرب جمهورية تشاك، إلى جانب ما يقارب 200 متر من مسار السكك الحديدية. قد تسأل كيف أفلتوا من العقاب؟ على ما يبدو كان هناك ضباط شرطة يقومون بدورية روتينية، ولكن أظهر الرجال المجهولون بعض الوثائق المزورة التي ادعت أنهم كانوا يعملون على تجهيز مسار جديد لركوب الدراجات. استخدمت بعد ذلك المجموعة رافعة لتفكيك الجسر، والذي من المرجح أنهم كانوا يعتزمون بيعه كخردة معدنية وفقا لأس زي دي سي، وهي شركة تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في تشاك. تقدر قيمة المعدن المسروق بحوالي $6,300. بينما قال المتحدث باسم شركة السكك الحديدية بافيل هالا إن تكلفة استبدال الجسر ستصل إلى الملايين. يبدو الأمر وكأنه خبر سيء لأي مواطن محلي يأمل في الانتقال من النقطة ألف إلى باء، أليس كذلك؟ حسناً، لم يقل أحد أن جميع المجرمين عقول مدبرة، لكن عليك أن تشيد ببعض هؤلاء على جهودهم. إذا كنت تعتقد أن سرقة العشب أو جسر أمر مثير للإعجاب، فيجب عليك مشاهدة الفيديو على الشاشة الآن للتعرف على بعض أكبر الأشياء التي تمكن اللصوص من سرقتها. وكالعادة شكرا على المشاهدة.